الشكر واجب الحقيقة للجنة المنظمة وأخي الكريم الدكتور عماد واختيار الموضوع وكل الشكر لدى الحضور. موضوع الألبومين هو انتو بريسكرايب ألبومين، اختصر لهذا العنوان من أخي الكريم أستاذ الدكتور مدحت الصحار ودكتور عماد علشان تكون ويز تايم وتبقى توز تارجت. إنما هو الموضوع أب تو ناو في يعني ديبيتس في موضوع البريسكريبشن، وهنوصل مع حضراتكم بسرعه للديسكشن العناوين دي، وانه سبب الديبيت في اللاست فيو ييرز ان في ابديت في النولج في الفانكشنز للالبومين. فحضراتكم الالبومين ريبريزنتس 50% من السيركوليتنج بروتينز و 70% هو مسؤول عن البلازما اونكوتيك بريشر. فاللي معروف من زمان من دراسنا الطب الاونكوتيك بروبرتيز للالبومين. الجديد النون اونكوتيك فانكشنز اللي قدام حضراتكم وهتيجي في السلايد اللي بعدها بالتفصيل، اللي اوبن ذا واي فور نيو موداليتيز او نيو انديكيشنز فور هيباتايتس فور الالبوم، لدرجه انه له افكت دايركتلي على الهارت، يعني هيلثي للهارت والكارديوميوباسي في السيروزس والى اخره والانفلاماتوري ريسبونس كلها بتستفيد من الالبوم. ولكن هنبص على الباثوجينيسيس للابديت للسيروزس والكومبليكيشنز والريدكشن اللي احنا من زمان عارفينه كافكت اوف سيركوليتنج بلاد فوليوم، وده الكور باثوجينيسيس في الكومبليكيشنز. هتجدوا ان سيستميك انفلاميشن بقت فاكتور مهم، ولما لو واخدين بالنا ان الالبوم في النيو فانكشنز انه يعني انتي انفلاماتوري، هنا يبرز دور جديد للالبوم، وان سيستميك انفلاميشن بيؤدي تحت برضه في الباثوجينيسيس لاذر اسوشيتس مع السيروتيك اسايتس. الموضوع مش اسايتس بس وموبيلايزيشن اوف فلويد، ده في اكيوت ليفر انجري، في هارت وفي هارت كارديوميوباثي. فالانكوتيك بروبرتيز واضح انها بتاثر دايركتلي على الانفكتيف بلاد فوليوم ريستور، ومن ثم المربع اللي تحته. والاذر هاند النون اونكوتيك بقى بروبرتيز اللي على الشمال دي بسرعه، شوفوا حضراتكم اميون موديوليشن اندوثيليال ستابلايزيشن وبايندنج وترانسبورت وانتي اوكسيدنت فانكشن انتي ثرومبوتيك، كل دي فانكشنز بيحاولوا يستفيدوا بيها في هذا المريض. فالثرابيوتيك يوزز هنبص لها في اي بيبر في اي انديكيشن انتو وان اوف تو، لازم ابقى عارف من الاول هل دي اكيوت شورت تيرم هوسبيتالايزد بيشنتس فور اب تو 2 ويكس اللي قدام حضراتكم كده، ده مهم جدا يبقى كونسيدرد، وده اللي انديكيشنز الاصليه كانت تو كوب وذ ذيس ليفت سايد بوكس. بينما اللونج تيرم تريتمنت اتليست 2 ويكس ممكن يمتد لسنين، ده اللي على اليمين اللي فيه الديبيت والكونتروفيرسي. في بعض الديبيت والكونتروفيرسي برضه في الليفت بوكس اللي ادد ريسنتلي. فمهم جدا ان في لاك اوف كونسنسس على الالبومين في الادفانس سيروزس، وفي سم ايفيدنس في سيرتن سيتويشنز. الهايبو البومينيميا بير سي از نوت ان انديكيشن فور البومين ادمنستريشن في الحالات دي بيكوز اوف ذا ليميتد افيلابيليتي. في ثلاث حاجات اللي بيحددونا، يعني دايما الجايد لاينز مبنيه على بنفيت ريسك والكوست افكتفنس، ففي ليميتد افيلابيليتي وادفيرس افكتس وهاي كوست. من هنا ات از امبيراتيف، امبيراتيف يعني حتمي، it is imperative to restrict albumin administration to the indication for which it is used. يبقى لازم عارفين كويس قوي indicated، ولما نيجي نقرا جايد لاينز هتشوفوا حضراتكم ان الجايد لاينز عكس بعضها، فلازم اقرا الستيتمنت بالليفل اوف ايفيدنس والسترينس اوف ريكومنديشن. وايه اقوى ليفل اوف ايفيدنس؟ المالتي فاريت اناليسيس للراندومايزد كنترولد ستاديز، قطعت جاهزه قول كل خطير. ما حدش يقرا بيبر كتير جدا، بيبقى في بيبر انا منه اقرا بيبر وريكومندنج وكونكلوجن، ولكن اجي اشوف بعد كده في الملتي فاريت اناليسيس طلعت بره الملعب. دي الانديكيشنز كلها للالبوم. هنلاقي ان في 3 3 3 الثلاثة الجرين دول اللي استابليشد وابروفد وبكل الجايد لاينز، مفيش فصال فيهم وكلنا حافظينهم بالدوزس كمان. الثلاثه اللي وراهم دول اللي بين البنين، اشاره صفراء انا بشبهها باشاره مرور، اخضر واصفر واحمر. الاحمر ده نوت انديكيتد شبه باجماع الجايد لاينز، ولو في حد فلت يبقى لوكالي ولاسباب خاصه. هنشوف الكلام ده. وفي ابديت في الاستابليشد بقى، الثلاثه اللي على اليمين دول قلناهم ان في لو دوز، احنا الدواء غالي جدا، الدواء غالي وفي سايد افكتس من الاوفر
ادمنستريشن، فهل في مجال ان ندي لو دوز عن الستاندرد دوز اللي احنا عارفينها في السبونتينيوس بكتيريا بيريتونايتس وافتر لارج فوليوم باراسينتيسيس، وهل برضه رجعوا تاني نتيجه للكوست وعدم الافيلابيلتي، انه هل البلازما اكسباندرز في الانديكيشنز دي ممكن تكون ايكويفالنت للالبومين؟ ما الكلام ده عارفين من زمان، بنقول لا هي لا برضه. طيب هل في مجال ان احنا بندي الالبومين في اللارج فوليوم اللي معروف انه مور ذان 5 ليترز، مور ذان 5 يعني اللي عند 5 ده مش محتاج، اب تو مور ذان 5 اور يبقى ده اكتر من ده اللي محتاج الالبوم. هل في مجال ان في البوم ان باراسينتيسيس اقل من 5 لتر؟ ايوه بقى، في الاكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر فيليا دي بياخد حتى لو له اقل باراسينتيسيس اقل، لان الريسك عالي جدا. هنيجي بسرعه للفيرلست، ودي سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس، ودي الستاندرد دوز اللي كلنا عارفينها من سنه 99. الاستادي اللي عملت دي هي اللي خدت الابروفال ومشي عليها الى هذا الوقت، بندي الدوز دي اللي قدام حضراتكم، مفيش طيب وقت لتغيير هذا. ففي ريسنت ستاديز حاولت تستخدم اقل استخدام القلب بالاقل، لا اما بلو دوزز لوور ذان دي اللي انتوا شفتوها، او نستخدمه اونلي في الهاي ريسك بيشنتس. ففي اللو دوزز استخدمه بدل 1.5 فوق 1 جرام، وبدل ال 1 جرام بالكي جي بعد ثالث يوم استخدمه النص، والنتائج ما فرقتش، ما فيش سيجنيفيكانت ديفرنس. اذا ممكن استخدام ده لما يكون الالبومين مش موجود او غالي. ثم في الهاي ريسك اونلي، وتعرفت في الدراسه دي الهاي ريسك بالكرايتيريا اللي قدام حضراتكم، البيشنتس اللي السيروم بيلروبين اكتر من 4 والكرياتينين اكتر من 1. وبرده في الناس اللي لو ريسك، الناس اللي لو ريسك اللي هو دي نوت فولفيل الكرايتيريا دي وما خدوش الالبومين، ما فيش مشكله حصلت وكان الامور افضل معاهم على اللونج تيرم بعد 7 سنين، برضو إعادة نظر في الموضوع. بالنسبة لي استادي تانية نفس الكلام في هذا الموضوع، وفي الانسلنس اوف هيباتورينال سيندوم بعد الاسبونتينيوس بكتيريا البيتونيتس، واللو دوز اوف ألبومين في نفس السيتويشن برضو ما فيش مشكلة. These results associated with، أنا بقرأ السطر اللي تحت ممكن مش باين الجمل اللي ورا، resulted in cost consideration could be suggested during spontaneous bacterial peritonitis or high risk patients who must receive، انت لازم تديله ومش قادر تديله الدوز اللي recommended due to any cause. طيب الحاجه الثانيه after large volume paracentesis، دي الدوز اللي standardized ايزل 6 ASLD 8 جرام for كل لتر اتسحب. اذا قررت انك هتدي الالبومين بعد الخمسه لتر اسبريشن، بتدي على الكميه كلها اللي انت سحبتها من الاول للاخر مش اللي فوق الخمسه. وعندنا تو ستابز وعملوا استادي على 4 بدل الثمانيه، ادوا 4 بس جرام بير لتر بدل الثمانيه، وفاوند نو ديفرنس في الادفيرس افكتس، يبقى ممكن ندي 4. هل دي 4 اخر المطاف؟ لا، ده في كمان، معلش، في استادي من معهد الكبد في المنوفيه، استاذ الدكتور وامام واكد ومحمد السبيعي، وانه ايمن السبيعي، وانه ادوا 2 جرام اونلي، ادوا 2 جرام بدل، واعتبروا ان 6 ماشيين على الايزل، وزي ما حضراتكم شايفين تحت خالص على اليمين ما فيش سيجنيفيكانت ديفرنس في البوست باراسينتيسيس انديوس سيركيولاتوري ديس فانكشن بين ال 6 جرام وبين ال 2 جرام. كلام بروميسنج ومحتاج استاديز، هتيجوا في الاخر كلها عشان تحلفوا على حاجه ضد الستاندرد اوف كير، هتجدوا اخر كلام 23 مور ستاديز ار نيدد. الالبومين فيرسس البلازما اكسباندرز، لا، في الانديكيشنز دي لازم الالبوم. اختصارا للوقت، ما جابش الايفكت التارجت. الجديد البومين ان باراسينتيسيس اقل من 5، امتى بقى؟ الكلام ده سلايد واضحه خالص اهيت، ودي جايد لاينز اللي فوق دي مختلفين فيها. اذا ما متفق عليه الالبوم باراسينتيسيس افتر 5 لتر اللي على الشمال لازم تدي الهيومن البوم. اذا كان اقل من 5 مفيش اكيوت كيدني انجري، ودي انديكيشن بير سي ملهاش علاقه خالص باي حاجه ثانيه. هنا الجديد ان في ان ذا سيتنجز اوف اكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر ديزيز، هل ده موجود؟ ايوه هندي الالبوم، لان الالبوم في هذا اقل من 5 لتر حتي شود بي ريكومندد ان ذيس كيسز، كان مهم جدا في البروجنوزس. اذروايز لا، ادي البوم او ادي صلاين او ما اديش حاجه ثانيه. الكونتروفيرسيز والبروميسنج اللي هم 3 و3، الجدول ده بيقول لحضرتك ما تديش الالبوم في اذر انفكشنز ذان سبونتينيوس بكتيريا بيريتونايتس، وده دوكيومنتد كويس جدا ومكتوب
Nowadays, albumin use cannot be recommended in patients with infections other than spontaneous bacterial peritonitis. في السبسس دي الإشارة صفرها مش حمرة. Sepsis induced hypotension. ودي الدوز اللي ممكن اتجرب بيها ومكتوبة may help. We used in caution عشان السايد افكتس بالبونري اديما وبرونكوسباز. وادي ستادي موجوده ودي الدلفي دي الشاينيز تشاينيز جايد لاينز ابروفد عندهم انه ممكن يتاخد فور ديس انديكيشن. الهيباتيك انكفالوباسي الهيباتيك انكفالوباسي بالدوز اللي بالاخضر قدام حضراتكم في تو ترايلز استخدموهم ولكن النتائج او الدراسه نفسها انباورد فيها بايرز انها تدي لك الكونكلوجن وتاخذ بيه. هتجدوا انه التشاينيز اكسبتد هذا الكلام انك تدي 20 تو 40 ملي جرام بير دي للهيباتيك انكفالوباسي اكيوت هيباتيك انكفالوباسي بينما الاس دي لي ريجكتد هذا الكلام. طب الالبومين دياليسيس برضو نقطه جديده مع موضوع الاكيوت اون توب اوف كرونيك والاكيوت فالمنت هيباتايتس. الاكيوت فالمنت هيباتايتس كان توب اوف نورمال ليفر هنا الالبومين ممكن تديه كان بي كونسيدر بالايزل كان بي كونسيدرد بالايزل مودريت ريكومنديشن بينما ما تديهوش في الاكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر ديزيز باوفر هيباتيك انكفالوباسي. الهيباتيك انكفالوباسي في اكيوت فالمنت هيباتايتس تدي الاب ممكن تدي الالبومين ايزل ريكومنديشن بينما في الاكيوت اون توب نوت ريكومند ما جابتش التارجت في الايزل. ايوه في الهوسبيتالايزد بيشنتس الشورت تايم في ناس تريندنج ان هم يدوا الالبومين بدوزس عشان يرفعوا لثلاثة او ايفن ثلاثة ونص في ناس كان التارجت بتاعها ثلاثة ونص. الكلام ده مش مظبوط وما شود بي ديسكارجد اشارة حمراء. ثم ناتي للديبيت بتاع اللونج تيرم البومين يوز والانسر ستادي وان بينيفيشال بينيفيشال في ايه؟ في الريت اوف اسايتس اكيوميليشن انما ما فرقتش في المورتاليتي. انت عايز العيان يعيش ما فرقتش ما ادتش افكت على المورتاليتي وانه في اختلاف في الجايد لاينز فيها على الدوز. الابازل والاي واللي جنوب شرق اسيا ابازل وتشاينا اكسبتد ولكن قدام حضراتكم على الشمال تحت الدوزس مختلفه مفيش اجريمنت على الدوز بتاعها وما زالت الاي اس ال دي بترفض هذا الكلام. الاي اس ال دي لازم بصه زي ما قلت لحضراتكم على الريسك بينفيت والكوست افكتفنس والكلام زي ما انتم شايفين كان موديفاي امبروف ولكن لا تؤثر على السرفايفل اللونج تيرم البوم بتكلم وان في ادفيرس افكتس بالاحمر ومن هنا لازم يكون في شوف الكواليتيز اوف ستادز نيدل عشان تقول ندي ولا ما نديش. اخر كلام اهو ده كان الالبومين في 23 دي ستادي بقى مش حاجه قديمه ومنشوره 23 هل الالبومين كان ديكريز المورتاليتي في البيشنت ويز سيروزس لونج تيرم هاسايتس ده ماتر اوف ديبيت. الميتا اناليسيس اوف راندومايزد كنترولد ستادز على كام واحد بقى 2000 مريض و40 الميتا اناليسيس مفيش ديفرنس بين في الالبوم ادمنستريشن على المورتاليتي مفيش ومكتوبه اكتر من مره نفس مره يقولوا مورتاليتي ومره يقولوا سيرفايفل وانه بيزود البلمونري ايديما والادفيرس افكتس حاجه الوحيده انه كود سيجنيفيكانتلي ريديوس الريكرنس ريت. طب ايه الكونكلوجن لهذا الكلام؟ الكونكلوجن واضح جدا انه شود نوت ديكريز المورتاليتي ما بيقللش المورتاليتي وبيزود البلمونري ريسك. فاضل لي سلايد واحده دي الشورت تيرم والانديكيشنز اللي موجوده دي بالاشاره الخضراء دي سلايد مهمه والريفرنس تحت قدام حضراتكم اوروبيان جورنال اوف انترنال ميديسن وبرضه لازم نتابع ان المربع الاخراني اللي تحت قلبه من هوسبيتالايزد بيشنت شود بي يوزد بالسبيسيفيك انديكيشنز اللي قلنا لحضراتكم عليهم وكود بي بالحاجات اللي ادد وتكون اشارتها صفراء كود بي بينما على اليمين ما زلنا الانسر ستادي اللي جابت نتائج فوق بالاخضر مش اجريدا بوند بالجايد لاينز اتليست الاس ال دي والايزل وفي اذر ستادز اللي تحتها جابت نفس الكلام اللونج تيرم ما جابتش نتيجه بالعكس نو ديفرنس وبنسمى لازم ستادز على اللونج تيرم عشان تقول هذا الكلام فريد ولا لا. شكرا جزيلا.